يعني حصل مره ان احدهم اصطاد سمكه نابليون وعرضها في محل سمك وحط في الفلايه كده وحركات، ومره تانية حد اصطاد سمكه دوغونج. فليه الناس دي مجرمه في نظر القانون، وهم معتقدين ان اختفاء فصيله نادره من السمك ده مش هيضر حد؟ ايه هيضر بيئه لو سمكه نابليون اتعملت سنجاري او اتعملت مشويه يعني؟ تمام، البيئه البحريه او البيئه عموما هي معقده اكتر مما تتصور. احنا لو الناموسه اختفت من العالم احنا فاكرين ان احنا هنفرح، الناموس لو اختفى احنا هيحصل كوارث، لان الناموس بيتغذى على حاجات وفي حاجات بتتغذى عليه وفي حاجات كده. فان احنا نخل بالسلسله الغذائيه احنا بنعمل كارثه. فاحنا فاكرين ان الموضوع ده حاجه سهله جدا، ان احنا نشيل عنصر في دايره فيها الاف الحيوانات، ان احنا نشيل كائن منه فاكرين انها مش هيبقى ليها اي عواقب. احنا لو شلنا اي كائن من السلسله الغذائيه هيبقى فيها مشكله كبيره قوي. بس احنا بنشيل البوري والدينيس والكلام ده كله، ما عادي ليه مواسم صيد في الاف الاسماك منه موجودين منه. بس لما بنروح للحاجات الكبيره اللي هي النادره، لو خدت بالك هتلاقي معظم الحاجات النادره الناس مشدده عليها معظمها حجمها كبير.